معايا ندى ومعايا مهند، الاثنين نماذج جميلة جدا، والحقيقة بنبارك لهم مرة تانية. وعايزة بقى أعرف كانوا بيذاكروا إزاي وبيعملوا إيه طول السنة. ندى، كم ساعة مذاكرة؟ هو انا كان ما كنتش بحدد لنفسي عدد ساعات، كنت حاسه ان ده ممكن يضغطني، ممكن يحسسني ان انا لا ده انا كده هقضي حياتي كلها في المذاكره. كنت بحدد لنفسي كميه مذاكره، كمية مذاكرة مش كميه ساعات مذاكره مذاكرة. يعني كنت بعمل جدول لليوم، اوكي، النهارده هذاكر الدرس ده والدرس ده والدرس ده، هخلصهم بقى في ساعتين، خلاص خلصتهم في ساعتين، باقي اليوم انا حره، عشان ما تضغطيش على نفسك. خلصته في 10 ساعات برضو، المهم ان انا مش هنام غير لما اخلص الكميه دي. وكان بيبقى عندك وقت تعملي حاجات تانية في اليوم ولا لا؟ انا لحد شهر 4 بقى كنت بلعب الرياضه بتاعتي، انا بلعب كره يد من وانا صغيره، ما شاء الله. كنت بنزل تمارين، وكان عندي ماتشات تحتاج سفر، فكانش عندي مشكله في الوقت خالص يعني الحمد لله. الثانويه العامه مش اللي هو كل حاجه في لا، الحياه توقف. وغير النمط اللي هو محطوط عن الاوائل ان هم بيبقوا طول السنه دحاحين يعني. لا خالص والله، يعني انا صحابي كانوا بيشوفوني طول السنه عادي جدا، وكنت بنزل متواجده اجتماعيا، بخرج، ومش اللي هو لازقه في الكتاب، لا لا ما كانش فيه. وانت يا مهند، كم ساعة مذاكرة وكنت متواجد اجتماعيا وبتمارس حياتك ولا خلاص بين الكتاب؟ لا برضو، هو انا كنت دايما لازم احدد لنفسي اولويات، والمذاكرة يعني بنحس اولويات المادة اولا، واولويات يعني برضو كمية المذاكرة تبقى قد ايه، وان انا مثلا احط لنفسي ديدلاين لان الدرسين دول مثلا يخلصوا امتى. خلصتهم الحمد لله، اشوف حياتي ايه زي الفل كده الحمد بس لله. بس وطبعا كنت بشوف صحابي كتير وعادي جدا، يعني الدنيا كانت الحمد لله كويسه يعني معايا الحمد لله. طب احنا معانا التليفون ليك يا مهند، قول الو كده وتتفاجئ بقى معانا. الو الو الو، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا بابا، ربنا يخليك. استاذ محمد شعبان والد مهند، اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في 90 دقيقه، وفرحانين جدا بمهند، ببارك لك. الله يبارك في حضرتك يا فندم، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. كنت متوقع ابنك يطلع من الاوائل؟ الحمد لله اولا واخيرا والله. الحمد لله طبعا، الحمد لله على كل شيء. تعبك مهند في الثانويه العامه ولا لا؟ وكان بياخد دروس خصوصيه ولا لا؟ اولا والله ما تعبني فعلا، ما تعبنيش والله. كان بياخد دروس ولا لا؟ كان بياخد طبعا. السنه دي بس. حاجات بسيطه يعني. لا السنه دي الجديد وبتاع، فيعني لسه طيب تقول له ايه بقى النهارده بالانجاز اللي هو عمله ده والفرحه اللي هو فرحها لكم؟ يعني رفع راسي ورفع راسي في البلد ورفع راسي في كل حته وفي كل جيراني، وربنا يخليه ويحفظه. ربنا يخليك يا بابا والله، انت انت الاحسن والله. على فكره انا سالته دلوقتي او سالته من شويه، قلت له مين يعني صاحب الفضل الاول او الشخص اللي انت حاسس ان هو مسؤول النهارده عن وصولك للمكان ده، اول حد جه في باله قال لي حضرتك. ربنا يخليه ويحفظه يا رب، ربنا يخليه ويحفظه. يا رب، اللهم امين يا رب. ببارك لك طبعا يا استاذ محمد، ويعني ان شاء الله تفرح بيه كده كمان في الكليه والجامعه وفي كل حياته. عايز تقول انت حاجه لبابا؟ احب اقول له طبعا شكرا يا بابا على كل حاجه قدمتها لي، ربنا يقدرني ويفرحك اكتر من كده كمان يا رب. ربنا يخليك يا مهند، ربنا يخليك ويحفظك يا رب العالمين، ربنا يخليك. اللهم امين. شكرا لحضرتك طبعا استاذ محمد شعبان والد مهند. ندى، عجبتيني لما قلتي انه يعني كنتي متواجده اجتماعيا وكنتي بتذاكري عادي، يعني مش اللي هي الطريقه اللي احنا متعودين عليها. كان صعب نظام امتحانات الجديد، استغربتي يعني، احكي لنا عن تجربتك في الحته دي. ممكن في الاول بس كنت ما كنتش الدنيا واضحه قوي لحد ما عرفنا شكل الامتحان، لكن المدرسين على قد ما قدروا كانوا بيحاولوا يعودونا على اي شكل، اي شكل يجي ان احنا نبقى جاهزين ليه. ممكن في اول كام امتحان البابل شيت بس هو كان في خوف منه شويه ان انا اعمل حاجه غلط، كان بيحط عليا خوف شويه، لكن بعد امتحان واتنين خلاص الواحد بدا يتدرب وبياخد على الموضوع.